جوزي والحكايه دي كانت فظيعه 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 يعني مشكله. لا طبقه الصوت لسه بتعرف تجيبها ولا لا؟ ده قبل ما اعمل اللوز والله حقيقي. طب انا اقول لحضرتك حاجه، انا عملت عمليه اللوز مجامله لجورج. يعني واحنا في اسكندريه لقيته بيقول لي انا هروح اشيل اللوز، قلت له ليه؟ قال لي عامله لي مشاكل، قلت له والنبي بتعمل مشاكل؟ قلت له انا معاك انا فاضي وريش حاجه. ورحنا، ولن انسى اسم الدكتور الله يرحمه دلوقتي، بس ابنه دكتور اسمه رمزي جبره في اسكندريه في محطه الرمل. اللي انا فاكره انا وجورج في السرير وسرير وبعدين قام صحينا كل واحد. لا سرير وسرير معلش، انت رحت تعمل عمليه ليه؟ ما اعرفش. لا لا يعني تروح مع صاحبك تقف جنبه زمان بالظبط يعني واقف جنبه وصاحبي وحبيبي بس قالوا لي سهله انما اللوز ملهاش فايده يعني الدور. فانا قلت يمكن على اللونج ران يعني قالوا لي وكانت الاول غير دلوقتي. لا لحظه، انت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ لا والمصحف بتكلم بجد. والمصحف ايه؟ واحد يروح ما عندوش لوز يروح يشيل لوز؟ والله هقول لك حاجه يعني ربنا يشفيه يا رب، لو كان هيتكلم جورج دلوقتي هيقول لك رحنا عملناها. والجميل في ايه؟ الدكتور بيهدينا بقى بطرمان كده في اللوزي بطرمان تاني في لوز جورج، وكاتب عليه لوز سمير غانم لوز جورج زيد. قال لك يمكن نتزنق نبيعهم بعدين. حبيب قلبي بس طبعا لوز جورج كانت جامده شويه. انا لوز يا دوبك لوزتين. انما لوز جورج كانت اللوزه ب 2 كيلو تقريبا. فشلت اللوز بقى، فالصوت الرفيع ما بيطلعش زي الاول. يعني الرنه اللي كنت بعمل الصوت الرفيع ده الاول كان بيطلع زي بايكو بقوه. يعني لما سيت المسرحيه كلها وانا صوتي يعني ما انساش حته يا فوزي يعني يا دوبك ادي كان فظيع حته فاللي كنت منطلق براحه. بعد اللوز خست خالص يعني الطبقات خست سايد افكت بقى معلش اثار جانبيه معلش طبعا طبعا كل طيب جاي